أهلا بكم من جديد مشاهدينا. فقرتنا التالية مقال اليوم وهي تحمل عنوان أزمة الإسلام السياسي الراديكالي ونموذج حزب التحرير للكاتب والباحث حسن أبو هنية. الأستاذ حسن معنا لنقاش مضامين هذا المقال. أهلا بك معنا أستاذ حسن. أهلا بك أستاذ جهاد. كل عام وأنت بخير إن شاء الله. بداية، ما طبيعة الأزمة الفعلية قبل أن نلج إلى تفصيلات الحديث عن حزب التحرير باعتباره العمود الفقري لهذا المقال؟ ما طبيعة الأزمة الفعلية للإسلام السياسي الراديكالي بصورة عامة؟ هذا يعني يمكن فهم أزمة الإسلام السياسي الديمقراطي، يعني كجماعة الإخوان المسلمين والجماعات بحكم هذه الأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية والانقلاب على نتائج الانتخابات، وبالتالي لم يكن ينقصها مثلا قدرة على الانتشار الشعبي، وكذلك الحركات الجهادية التي استطاعت أن تقيم يعني وتسيطر على مساحات واسعة لولا التدخل دولي. وبالتالي لكن حزب التحرير الحقيقة أنه أزمته يعني صحيح قد تتشابه أحيانا، ولكنها هي ليست كأزمة الإسلام وحركات الإسلام السياسي الأخرى، لأنها أزمة هي تتعلق ذاتيا يعني أكثر من أنها موضوعيا، بمعنى أن الحزب هو يعاني من صلابة هذا الجمود الأيديولوجي والتصلب الهيكلي، جعلته غير قادر على التفاعل مع التحولات والتطورات، وبالتالي هذه النظرة جعلته يبقى نخبويا وغير قادر على الانتشار، وبالتالي أصبح يتراجع ليس بسبب فقط الضغوطات الأمنية والحصار، ولكن بسبب طبيعة هذه الأيديولوجيا وطبيعة النخبوية وهيكلية التنظيمية. نعم، ربما بحسب مقالك أستاذ حسن أكثر ما أثر في حزب التحرير والنظرية التي يقوم عليها الحزب هي موجات الربيع العربي، وأشرت إلى أنها بدل أن تكون يعني فرصة للحزب أصبحت تحديا له ولأفكاره ولبرامجه ولطروحاته، كيف ذلك؟ نعم، إذا نظرت إلى تاريخ الحزب منذ أن تأسس في مدينة القدس على يد الشيخ تقي الدين نباني عام 1952، نعلم أن الحزب كان يتمتع بانتشار كبير، وتمكن خلال سنوات من الانتشار في أكثر من 40 دولة، ولكن نعلم بأنه فعلا بعد ثورات الربيع العربي هذه السياقات المتغيرة جعلت الحزب في الداخل ينقسم، يتعرض لانشقاقات وانقسامات، وبالتالي أصبح هناك نقاش داخلي وهناك ارتباك في التعامل مع هذه، يعني في الوقت الذي تصلب حول رؤات تقليدية حول موضوع طلب النصرة وأن هناك طريقة محددة للتغيير، السياقات تغيرت كثيرا وارتبك، وبالتالي أصبح يعني أحيانا يذهب مثلا في سوريا يتبنى مشروع حتى اتهم بأنه أسس مثلا حركة مسلحة، وهذا مغاير لنهج الحزب وخلق له إشكالات في مناطق أخرى كتونس، ذهب إلى باتجاه تأسيس حزب سياسي، وبالتالي لم تعد هذه الأيديولوجيا المتماسكة الصلبة قادرة على تتبع هذه السياقات، وهذا ما خلق شروخ داخل الهيكل التنظيمي وجعله غير جاذب يعني بينما ذهب معظم الشباب أو الأجيال الجديدة باتجاه إما حركات إسلام سياسي كجماعة الإخوان المسلمين على اختلاف يعني تنوعاتها، أو باتجاه الإسلام الجهادي مثلا القاعدة أو تنظيم الدولة، بينما حزب التحرير لم يتمكن من استقطاب على الإطلاق أي كثير من الشباب، وشاهدنا خلال المظاهرات لم يكن يستطيع أن يحد يعني في أي دولة أن يحشد في العالم العربي أكثر مثلا من بضعة مئات وليس أكثر ولا أقل. نعم، جوهر فكرة حزب التحرير قائمة على إقامة الخلافة الإسلامية ضمن محددات يؤمن بها الحزب. لو أردنا تقديم يعني مفارقة أو وجبة تحليلية إنجاز الحديث للمشاهد ما بين الخلافة الإسلامية التي يؤمن بها التيار السلفي الجهادي والتي كان لها مثال في العراق وسوريا، وما بين النموذج الذي يؤمن به حزب التحرير، أين تختلف يعني مصطلح الخلافة الإسلامية بينهما؟ نعم، هذا مصطلح أصبح أكثر ارتباكا فعلا مربك، مفهوم الخلافة كمفهوم تاريخي للنظام الحكم الإسلامي أصبحت تتنازع تيارات عديدة في التصور، مثلا تنظيم داعش الدولة الإسلامية هو يريد أن يستعيد شكل متخيل من الخلافة الإسلامية وقائمة على يعني من خلال الوصول إليها يتم ابتداء من خلال العنف الثوري أو القتالي أو الجه ما يسمى الجهاد من ناحية الشكل. حزب التحرير مثلا يؤمن بالخلافة بطريقة حداثية لأنه تصوراته للدولة الإسلامية، لأنه أحيانا يستخدم مصطلح الدولة الإسلامية والخلافة، وبالتالي
رديفين لنفس المفهوم، وبالتالي هو يستخدم هذه البنية التقليدية التاريخية الإسلامية للخلافة، ولكنه في نفس الوقت يؤمن بطبيعة بنية الدولة القومية، بمعنى له دستور وهناك جهاز حاتم وهناك جيش، بمعنى هو يعني رغم ادعاء هذا النقاء الأيديولوجي أو تصورات التراثية، لكنه فعلا مندمج في إطار بنية تصورات الدولة القومية الحديثة بشكل واضح. ثم أن الطريقة للوصول ليس عن طريق العنف الجهادي، إنما عن طريق طريقة يسميها محددة لا يجوز مخالفتها، بالتالي أنه عملية التثقيف ثم التفاعل ثم بعد ذلك يعني البحث عن نقطة ارتكاز من خلال مبدأ طلب النصرة من قوى ضاغطة للوصول، أي طريقة لهذا. ولذلك هو ناهض الثورات لأنها لا تعتبر طريقة صحيحة للوصول، وناهض أيضا الديمقراطية لأنها لا تعتبر طريقة صحيحة للوصول. هذا هو الخلاف في تصورات. نعم. يعني إلى أي مدى نستطيع أن نقول أستاذ حسن أبو هنية أننا أمام حزب لديه مثالية نظرية حقيقية، لديه رؤى ماكنة إن جاز لنا الوصف، يتمتع بفلسفة محكمة مغلفة بأحكام شرعية يؤمن بها الحزب، لكن على أرض الواقع المسائل متى ما بدأت تنزل إلى أرض الواقع تسببت بانشطارات، تسببت بانشقاقات لدى يعني الهيئة العامة إن جاز لنا للحزب. هذا صحيح. نعم، ونحن دائما نقول بأن الحركات الإسلامية حتى تاريخيا في تاريخ الإسلام هي سياقية وليست جوهرانية. يعني هناك بعض نوع من الجوهرانية الاستراتيجية، بمعنى هناك مبادئ عامة تحكم مثلا في نحن نعلم في قضية السياسة أنها عارية عن مسالك القطع واليقين كما يقول الإمام الجويني مثلا، وهذا أمر ثابت معروف بأنه هذا هناك مبادئ عامة تتعلق بالشورى، تتعلق بالعدالة، ولكن لا يوجد هناك أي شيء شكل محدد. بينما حزب التحرير في تصلب الأيديولوجي تصور أن هناك طريقة نبوية محددة للتغيير وكذلك لشكل هذه الدولة، وهذا غير صحيح طبعا، لا من الناحية التاريخية ولا من الناحية الواقعية. ولذلك كان يصطدم هو دائما في السياقات. هذا التصلب الأيديولوجي جعله غير قادر على فهم هذه التحولات، وبالتالي هو يريد أن أقرب إلى اليوتوبيا. يوتوبيا فعلا يريد أن ينزلها على واقع متغير ومتحول، وبالتالي يخضع لي يعني مقتضيات وشروط وأسباب مختلفة تاريخيا، لكنها يمكن تطبيق هذه المبادئ كما ترى الحركات الإسلام السياسي، لأنه هي الإسلام لا يتناقض مع جوهر هذه التطبيقات إذا كانت لا تخل بمبدأ الشورى، مبدأ العدالة، مبدأ يعني تحكيم الشريعة. بينما حزب التحرير تصلب وظن أن هناك طريقة وحيدة فقط، سواء كان في تصورات الذهنية لموضوع الدولة أو التصورات المتعلقة بطريقة التغيير، وهذا ما جعل الحزب يعني في السياقات مباشرة مع كل التحولات يجعله يعني يستنزف رصيده التاريخي، وبالتالي أصبح ظلا لما كان عليه في الماضي. نعم، أشرت إلى فكرة أن الحزب رغم أنه يسمح بالعضوية للرجال والنساء لكنه يفتقر للعنصر النسائي بصورة لافتة وكبيرة، يعني يغلب على الحزب الرجال أكثر من النساء، إلى ما يمكن أن نعزو هذا السبب؟ أعتقد أنه هذه الأسباب بمعنى أنه يعمل أول شيء في مجتمعات يعني إسلامية عربية أكثر محافظة، وبالتالي لم تكن تدمج النساء في عملها، وهذا ربما الإسلام السياسي يعني لاحقا تنبه وبدأ يدمج مثلا النساء في هياكله التنظيمية، وكذلك حتى الإسلام الجهادي تأخر حتى مجيء تنظيم الدولة. القاعدة كان يمنع مثلا استدخال النساء في العمل القتالي العسكري حتى جاء تنظيم الدولة. الحزب التحرير كان من البداية يجيز هذا لكنه لم يتمكن، إما أحيانا لأسباب طبيعة المحافظة لم يستطع بمعنى النظرة الذكورية حتى للقائمين على قيادة الحزب من جهة، وبالتالي محافظة القيادات ابتداء حول هذا الموضوع فضلا عن الطبيعة المحافظة للمجتمع، ثم أن هناك الملاحقات الأمنية المستمرة التي جعلت يعني من يصعب في مجتمع محافظ أن استدخال النساء بشكل عملي في هياكل الحزب، وهذا ما جعله فعلا حزب ذكوري بامتياز. من النادر أن نجد أمنية قيادة مثلا أو في عضوية للحزب للنساء في حزب التحرير. نعم، أشرت إلى فكرة التصلب الأيديولوجي الفكري للحزب والجمود الهيكلي، هل نتوقع في المستقبل تغييرات بنيوية في الهيكل، بالفكر، بطريقة التعاطي، أم أننا سنشهد ذات الحزب بذات الأيديولوجيا بذات الهياكل بذات الأفكار إلى ما شاء الله؟ هل هناك مؤشرات لأي تغييرات؟ لا أعتقد أنه هو أحيانا المشكل بأنه هو
طبيعة هذا هو يعتقد أنه من البداية أن الشيخ تقي الدين النبهاني وضع هذه الأيديولوجيا التي لا يجوز الخروج عليها، بمعنى باعتبارها أحكام شرعية لا تتغير، لا على صعيد يعني الغايات ولا على صعيد الوسائل، وبالتالي أصبح مشكل. وحتى للمفارقة أن معظم الذين انشقوا عن الحزب هم كانوا حقيقة يروا أن قيادة الحزب قد تخلت عن رؤية الحزب التي وضعها الشيخ تقي الدين النبهاني، بمعنى أنها ليست أكثر تصلبا وليست هي أنها تذهب باتجاه أكثر مرونة، بمعنى أنه هو يعني ربما يكون قيادة الحزب أكثر براغماتية من المنشقين، المنشقين يريدوا يعني نهج أكثر تصلب على الصعيد الأيديولوجي وعلى الصعيد الهيكلي. وبالتالي أعتقد الحزب يعاني بشكل كبير، يصعب لأنه وضع نفسه ابتداء في قوالب جامدة على صعيد الهيكلي وعلى صعيد الوسائل والأدوات، يتعامل مع حتى مسألة التغيير. يعني تتخيل بأنه أن هناك طريقة محددة للعمل في المجتمع لإقامة الدولة، تبدأ من ألف إلى باء إلى جيم، ويجب أن لا يخرج عليها على الإطلاق، يعني ليست فقط على صعيد التصور، مع أنه قلنا للمفارقة أنه في تصوراته عن طبيعة الخلافة أنه يندمج داخل إطار الدولة القومية. هذه أعتقد معضلة حزب التحرير، ولذلك من الصعب يعني دائما حتى الذين خرجوا من الحزب لم يتمكنوا من إنشاء هياكل أو أحزاب، لأنهم الحقيقة لم يستطيعوا أن ينجزوا أيديولوجيا شاملة، وبقيوا أسيرين لرؤية حزب التحرير الأسد تصلبا، وكانوا أحيانا يعتبروا نفسهم هم الممثلين الشرعيين للحزب، وأن القيادة الجديدة مثلا لعطاء أبو رشدة هي خارجة عن الحزب. وبالتالي أعتقد أن الحزب يمر فعلا في أزمة حادة حالية، وأعتقد بأنه أصبح ظل ولم يعد له جاذبية على الصعيد الجماهيري والشعبي، وأصبح فعلا يعاني من نزيف ليس في معظم أنحاء العالم العربي وكذلك في العالم. الكاتب والباحث أستاذ حسن أبو هنية، كل الشكر لك ضمن نقاش مقالك أزمة الإسلام السياسي الراديكالي ونموذج حزب التحرير. كل الشكر لك أستاذ حسن.